مرحبا. دخيل قلب الصغنون الحلو الطيب اجا ليزور خالته هنادي اللي بيحبها كتير، وهلأ هنادي رح تاكله لعيده أكل. يقبرني هالوش يقبرني. مين عيده هنادي؟ عيده فتون، عيده الولد اللي حملتيه. بس هو ما اسمه عيده، اسمه سمعه هنادي. معقول ما في ولا واحد بهالدنيا بيقدر ينادي اسم سمعه؟ دخيلك انتي، سمعه ولا عيده؟ شو هالقصة الكبيرة يعني؟ بس أنا كتير بحبه لهالحلو ورح أكله أكل. يلا لشوف، تعالي تعالي، أدي فتونة، أدي، أهلا وسهلا. يا أهلين. شو تقيلة. شو خالته؟ مليت أنت؟ إيه طول بالك، خليني أحكي مع هنادي خانم بالشغل وبعدين منروح مع بعضنا على الحديقة. ماشي يا روحي ماشي. ليكي فتون، أنا عندي بنت سكرتيرة رح نادي لها مشان تجي تحمله شوي. وينك جيهان؟ تعي لعندي. جاية جاية. جيهان بتاخدي الولد هلأ وبتلعبي شوي، يعني لعبي حملي حطي خدي تصرفي يلا. أي ولد؟ برأيك أنتي أي ولد؟ قصدك هاد؟ جيهان ما في داعي أبداً، بتشكرك كتير والله، ما تعذبي لي حالك. هنادي خانم، هي إذا أخذت الولد بتزته بالزبالة. بلاها معك حق. يلا روحي على شغلك. والولد؟ أي ولد؟ عفواً حضرتك من شوي قلتي. أنا ما حكيت شي أبداً، ماشي جيهان؟ انسي الموضوع، هس ولا كلمة. تأمريني بأي شي تاني هنادي خانم؟ نوب، بس روحي من هون، روحي روحي يلا. حاضر يا خانم. بالإذن. الله يخلصني. اسمعي فتون، حكيت مع دار النشر، الجماعة كتير متأملين فيك وناطرين منك رواية بتاخد العقل، ونحن اتفقنا انه رح يكون في بيناتنا على الأقل 5 روايات. عن جد؟ ايه حبيبتي، لهيك انتي لازم تشتغلي بإيدكي وأسنانك، يعني لازم تركزي 100% وتحبسي حالك وتحطي كل شي عندك بهالرواية لتطلع منيحة. وانا كيف بدي لحق؟ خلص بس ينام سمعه بشتغل. بس ينام سمعه؟ ما رح يمشي الحال هيك فتون، لازم تلاقي حل لهالمشكلة. أنا شو عم بقلك؟ رح تحبسي حالك ورح تركزي على هالرواية بشكل كامل، فهمتي شو عم بقول؟ سمعه لازم تلاقي له حل فورا. اللي عم تقولي مزبوط ومعك حق فيه، بس كيف؟ رح قلك، على طول أنا موجودة لحل المشاكل بالأوقات الصعبة. ولهيك جبتلك مربية فتون. مربية؟ إيه مربية. لك في ولد بيتربى من غير مربية بهالوقت؟ نحن بعصر النهضة والسرعة هلأ، رح تعطي الولد للدادة، رح تطعميه وتشربه وتنظف له تحته، ورح تلبسه وتعطره كمان، ورح تحط لك يا بحضنك وتتصوري معه، وصورة ورا صورة، هيك صفيان الأمومة هلأ، هيك بس بالصور. هنادي خانم بتشكرك كتير، بس أنا لأ، ما بدي وحدة غريبة تفوت على بيتي. شكلك ما انتبهتي، أنا ما سألتك عن رأيك فتون، وظفت المربية ورح تبلش من اليوم. روحي الله معك. من اليوم؟